ينضم إلينا أمير عشائر الدليم الشيخ علي حاتم سليمان، أرحب بك في الحصاد عبر التغيير. إذن بداية، يعني شهدنا عودة بعض السياسيين المعارضين بين هلالين والذين كانوا معكم أيام الاعتصامات، شهدنا عودتهم إلى بغداد. ما الصفقات التي من الممكن أن يكونوا قد عادوا بها؟ وهل هناك صفقة معينة أعادت علي حاتم سليمان إلى بغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بك أختي العزيزة وقناتكم. أولا يعني أنت حضرتك يعني صنفتيهم كسياسيين، وهذا طبع البعض من السياسيين. يعني أيام الاعتصامات هي كانت أيام أو هي قضية في كل الأحوال، ما زلنا مستمرين بها لحد اليوم في قضيتنا إحنا. أما من يعني اختار طريق العودة أو الطريق الأقصر أو المختصر للدخول إلى بغداد أو إلى المشاركة في العملية السياسية أو في السلطة، فهذا شيء يعني كنا عارفين به في بداية الأمر، فما الأمر ما يعنينا. أما بالنسبة أن إحنا كقضية ما زلنا مستمرين بها وماشيين في طريقنا، يعني ما راح نتوقف أبدا. هي شنو قضيتكم سيد علي؟ والله أخي العزيز، اللي بدت من 2013 وانتهت ب 2014 بمشكله بسبب حكومه المالكي، واليوم بداها ثوره تشرين وغيرها. القضيه هي قضيه عراق، هي مو بس قضيتنا احنا كاهل الانبار. لا، ولكن اللي بدت ب 2013 و14 الاعتصامات وساحات الاعتصامات ادت الى ظهور داعش، استغلوها داعش ودخلوا بالبلد جول. يعني انت جيد خوش، يعني انت اجبت استغلوها داعش. من اتى بداعش يا اخي العزيز؟ يعني لحد الان هذه اللي ما يعني اي قناة اعلامية ما جاي يسلط الضوء حقيقة على من ادخل داعش. انا يعني او الاخت قالتها قبل شوية، اللي رجعوا للعملية السياسية قسم منهم ادخلوا داعش، اللي الان موجودين في الخضراء هم قسم او هم السبب في دخول داعش. لا نجي نحط اعتصامات 2013 و2014 بموضوع داعش. داعش احنا بعيدين عنه، ما نحتاج يعني نستندج يعني نجيب داعش او ندخل البلد في هذه الفوضى. الامر واضح ومعروف، يعني بالنتيجه اجهاض الثوره في محافظه الانبار او الاعتصامات اللي صارت هي دخول الارهاب، ومن سمح للارهاب، من اللي كان رئيس الحكومه، من اللي كان مسيطر على الوضع السياسي والامني والعسكري في البلد. هذا الامر معروف، ما نجي نتحمله احنا. يعني تجي تحملوننا احنا كاهل الانبار دخول داعش. اللي يدخل داعش الان موجود ويمارس مثل ما يقول السياسه وعنده حزب، ويعني ما حد جاي حاسبه. نعم. طيب شيخ علي، يعني سؤالي بكل وضوح وصراحه لن التف من حوله، سالت وقلت من الذي اتى بداعش؟ هناك في جانب اخر من يسال ويقول من الذي اتى بعلي حاتم؟ هناك من يقول بانه يعني جئتم بوساطه ايرانيه. انا اليوم لست اطلب منك صد الهجمات وانما التوضيح. والله يا أختي العزيزة، اللي جاوب الرأي اللي موجودة عندي، أنا ما أحتاج أتكلم بهذا الموضوع ولا يهمني ما يقولون الناس، ولا يحتاج أرجع بوساطة. وآخر شيء أقعد أبرر أو أنطي أو يعني أجاوب على شيء يعني أنا ما مقتنع به أصلا، أجيب بساطة إيرانية؟ يعني هل يعقلها الإنسان؟ ممكن البعض صار عنده ردة فعل من بعض السياسيين اللي حببوا إيدين الإيرانيين في لبنان، او عقدوا صفقات مع السليماني اللي في الكويت، وممكن في السفاره الايرانيه، وممكن عبر وسطاء عراقيين سياسيين من الشيعة توسطوا لهم ورجعوهم. اما بالنسبه للوضع اللي يختلف، انا لا احتاج الى وساطه، والعراق بلدي، ارجع واطلع وطب متى ما شئت، انا ما عندي شيء حتى اخفيه. اما موضوع الاخوان اللي الان متواجدين في بغداد، فانا يعني اعتقد يعني والله حتى اصبح الكلام او شلون نقولها، يعني الخوض بمواضيعهم امر عقيم، فما نحتاج. طب شيخ علي، يعني اذا كنت لا تخشى الدخول والخروج، يعني اذا كنت لا تخشى الدخول والخروج من العراق ربما عن طريق اقليم كردستان، لماذا لا تذهب الى الانبار؟ لماذا لا تذهب الى بغداد؟ لم نرك هناك. نعم، قول للأنبار ممكن، أما بغداد أنا ما عندي شيء في بغداد. إحنا واحدة من مشاكلنا هي الوضع السياسي في أو العملية السياسية في بغداد، من يقوم على العملية السياسية في بغداد. إحنا الآن أصبحنا في طور المعارضة، أو أخذنا جانب المعارضة السياسية. عملنا الحقيقي الآن الدخول إلى العمل السياسي من الشيء اللي إحنا نراه صح،
مو من حيث يرى البعض تعالوا ادخلوا تحت جناح فلان أو أخذوا المباركة إيرانية أو خلي الأمريكاني يساعدونك في الدخول. هذا الأمر ما يجوز يا أخي العزيز، أحتاج إلى وقت نعم، ولكن أنا راح أسأل سؤال لأي واحد يعني يريد يهتم بهذا الموضوع. يعني من 2013 إلى اليوم إحنا 2021، يعني ما كنا نقدر نعقد صفقة ويا أي حكومة أو ويا أي جهة خارجية سواء كانت إيران أو الأمريكان أو أي دولة، كنا قادرين وطرحوا علينا مثل هيك أمور. ولكن قضيتنا أكبر يا سيدي العزيز، قضيتنا مو موضوع خلاف شخصي مع هذا الحزب أو ذاك. مناطقنا الآن مدمرة، ما زلنا الآن نعاني من موضوع المغيبين والمقابر الجماعية والسجناء وسيطرة ميليشيات اللي موجودة في مناطقنا. إذن ما هي مطالبكم شيخ علي؟ وهل تستوجب مطالبكم المطاردة؟ المطاردة من من؟ يعني أنباء تحدثت عن ظهور مذكرات قبض بحقكم، علما بأنك قلت وصرحت بأكثر من مرة قديمة بأنه تخرج وتدخل البلاد كما شئت. هذه أختي العزيزة، هذه مذكرات قديمة، وهذه الأمور افتعلها سعدون الدليمي عندما كان وزير الدفاع واشتكى علي، مو بس أنا، اشتكى على 82 واحد من محافظة الأنبار. احنا كان عندنا مشكلة مع حكومة المالكي، وتدخل هو باعتباره يعني يعتبر نفسه أنه هو وزير وحامي يعني أو جزء من العملية السياسية، فصار كبش فداء وتقدم هو بالشكوى علينا. هذه الشكوى اليوم عند القضاء العراقي، وأعتقد القضاء العراقي يعني إذا عنده شيء علينا لا يقصر. إحنا الموضوع مو بس علينا أختي العزيزة، الأربع أرهاب هو فصل على مناطقنا، هو 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 مادة أخرجوها فقط على مناطقنا، وهذا الأمر يعني أصبح يعني واضح، كنا يعني نوضح به في بداية الأمر ونتكلم. ولكن يعني إذا ما زلت أنت تخشى العودة إلى بغداد سيد علي، سيد علي ما زلت تخشى العودة إلى بغداد بسبب مذكرات إلقاء القبض التي بحقك؟ أريد هنا أن أستفسر عن لا رؤية. لا أنت قلت تحتاج إلى، صار لك 7 سنين بأربيل. لا 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 مو أخشى، لحظة لا تقول ما قلت. لا أنا ما قلت لك أخشى، أنا أخشى فقط من الله، لا أخشى من حكومة ولا أخشى من بشر. لا اسمع لي، أنا ما قلت لك أخشى، قلت لك ما عندي شيء في بغداد. 7 سنين صار لك قاعد بأربيل، شو تسوي اليوم؟ لا ما كنت في أربيل، كنت خارج العراق. خارج العراق وشكلنا خارج العراق مثل يلا لا تزعل، خارج العراق ورجعنا إلى أربيل واشتغلنا في 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 العمل السياسي من حيث إحنا نراه صح، يعني من وجهة نظرنا إحنا، وشفنا الطريق الصحيح أو المخرج الصحيح لإخراج مناطقنا وإخراج أنفسنا من هذه المشكلة هو أن نتبنى المعارضة العراقية في بلدنا. طيب شيخ علي، يعني هل لازالت لديكم مشاكل واضحة أم ملاحظات وعتب على الحكومة وبعض السياسيين في البلاد؟ وحقيقة ما يجرى في العراق هو لا 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 يمت بالصلة لا للسياسة ولا يوجد شيء اليوم اسمه مع الأسف نقولها هو مو تزمت ولا استخفاف، ولكن أنا رح أسأل سؤال عبر قناتكم أنتم الكريمة، أنطونا شيء واحد يثبت أن العراق دولة ذات سيادة ذات قانون ذات حكومة، أنطونا أي شيء يوحي. البلد رايح انتهى خلاص، اقتصاديا انتهى، ملف الصحي بينتهى، أمنيا انتهى، كل هذه الشعارات اللي كانت أو كان يتبناها بعض الأحزاب الحاكمة في العراق اليوم سقطت انتهت. العراق يحتاج فعلا إلى 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 يعني إلى قيادات جديدة في البلد. الآن ما يجرى في العراق هذه مو سياسة، هذه مو أحزاب حاكمة. القيادات الجديدة في البلد سيدة علي تأتي شيخ علي، القيادات الجديدة تأتي بها صناديق الاقتراع والتي يختارها المواطن العراقي، هو الذي يضع صوته في هذه الصناديق وهو الذي يختار نوابه، والنواب هم الذين يختارون القيادات والحكومة. يعني عملية ديمقراطية تتحدث كلامك عن صحيح. تتحدث عن الفوضى صحيح والوضع الاقتصادي، هذه نتائج الحرب على داعش. يعني أنت كانت إشكاليتك مع المالكي، المالكي راح صار لسنين، إجا وراء العبادي، إجا وراء عبد المهدي، إجا وراء الناظم إلى الآن موجود. كلامك صحيح، و17 سنة هي دليل على الديمقراطية، كل 4 سنين من فشل إلى فشل. وصناديق الاقتراع تتكلم به حضرتك كانت تطلع من ويتبناها بعض القطاعات العسكرية وبالطريق تتغير كلها مثل ما تفضلت حضرتك. الله يطول لي عمرك، أنت عراقي وأنا عراقي ونحن نعرف كيف وضعنا في العراق، يعني هل هذا منطق؟
أصبح 18 سنة صار لنا تقول لي يأتي بصناديق الاقتراع. يا صناديق اقتراع أي هو لحد الآن أكو قانون ينظم الأحزاب، هو أكو إشراف حقيقي على الانتخابات في العراق، هو أكو مصداقية أو شفافية، ما حتى الأمم المتحدة يعني في فترة ما شاركت في 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 يعني في هذه المأساة اللي جاي نعيشها اللي هي عملية أو بدنا نقول الانتخابات في العراق. أنا راح أتكلم، الشارع العراقي اليوم هو كله يتكلم وغير مؤمن بهذا الوضع أن تجرى فيه الانتخابات. يعني شوف الصدف، كل ما تقرب الانتخابات الأخ حضرتك تقول الآن حكومة الكاظمي. طيب الكاظمي قال نسويها شهر 6 ثم شهر 10، وأنا أقول لك لا 6 ولا 10، هي راح تترحل إلى نهاية وقتها الصحيح يعني لل22. أعتقد الأحزاب اللي موجودة لن تتخلى عن السلطة بسهولة، لا باعتصامات ولا بمظاهرات ولا بهذه الـ يعني الأمور التقليدية. ما نواجه في العراق شيء صعب وأكبر، لذلك من قلنا نحتاج إلى مشروع سياسي مقابل هذه المشاريع، هذا قد نشوفه صح ويؤدي بالنتيجة إلى ما إحنا نريد نصله. أما نتكلم مثل ما حضرتك، وأنا مو استخفافا باللي قلته، ولكن ما تقول لي صناديق اقتراع ويأتون عبر الدستور، هذا الكلام فارغ يعني ما أعتقد، يعني أبسط طفل يعني في العراق ما يقتنع بهذا الكلام. طيب شيخ علي، يعني قلت بأنه عدت للتوجه للعمل السياسي، يعني بعد أن كنت غائبا لسنوات طويلة، هل هناك جهات معينة ربما رتبت لك العودة، خاصة وأنك لم تعد لهدف شخصي بل للعمل السياسي؟ يعني ليش دائما يعني ما أعرف، يمكن من كثر الأخطاء اللي ارتكبوها السياسيين و يعني خلينا نقول يعني يتقافزون هنا وهناك، ممكن تاخذون صوره انه الكل لازم يرتب حتى يرجع. انا طبيب، انا اريد الجهه اللي قالت انا متبنيه او رتبت خلي تطلع تقول انا لا محتاج الى دوله ترتب لي اموري، ولا محتاج شنو اللي يمنعني من العوده او امارس حياتي الطبيعيه في بلدي، او اكون معارض او اكون سياسي او اكون اللي اكون انا، يعني من اللي يقدر يمنع؟ شنو اللي يمنعنا؟ شيخ علي، هذا اللي ردفته. نعم. يعني شيخ علي، سؤال عرضي. نعم. سؤال عرضي ما له علاقة لا بالسياسة ولا بأي شيء. نعم. التمثال اللي خلفك الصقر. نعم. مطلب الذهب لو شنو؟ والله أقدم لك يا هدية أخذها. هذا تسلم، بس هذا هو شنو مطلب الذهب لو أي والله مطلب الذهب؟ والله ما أعرف أمانة، يعني هذا هدية قديم إجاني من زمان وأقبله قدامك أخذه. تسلم، لا تسلم يجيب. بس السؤال اللي جرنا هذا الأمر إلى سؤال آخر، يعني علي الشيخ علي حاتم السليمان. نعم. منين يجيب تمويله؟ منين إيش؟ تمويل، كيان سياسي، عملية يعني سياسية. أجاوبك بس لا تضحك. لا 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 لا، يعني يمكن من كان عندي وكيل وزير في التجارة، وكان عندي نائب رئيس الوزراء، وكان عندي عفوا بالش اسمها يعني وكلاء عامين في الدفاع والداخلية، يعني كنت استحوذ على أموال الدولة وأموال الناس، وتدري يعني أنا ضمن المحاصصة. يعني بالله عليك أنت تسأل على الحاتم منين لك، ما تسأل الحرامية هاللفيف الآن أنت واقف قدامي شيخ علي، أنت الآن أمام أنا دا حورك لك، ما دا حور الآخر يعني أنت مو تحط ملك بياني جدامي. لا مو أنت قدامي هسا حورك لك، يعني المن حوراني أنا دحج لا زيد ولا عمر قدامي. أنا قدامي الشيخ علي حاتم السليمان. أنا ما زكي نفسي على الله، على عين ورأسي أنا ما زكي نفسي على الله. أولا أنا ما جيت من بطون جائعة وثم مديت إيدي على أموال الناس أو من تصدق علي بالخارج مثل ما كانوا الناس أو الأخوة السياسيين المعارضين سابقا. ما أحتاج إلى أن يمولني أحد في الوقت الحاضر. قد بالعمل السياسي مستقبلا تحتاج، نعم، وهذا أمر، هذا أمر مو عيب، بس حاليا ما محتاج يعني الحمد لله الله مكفينا ومرضينا. ولكن يا أخي العزيز، اليوم من يوجه له هذا السؤال أعتقد مو من حضرتكم، من الشارع العراقي، يوجهوه إلى الأحزاب اللي جت حافية منتف الآن ونقلت كل أموال وخيرات العراق إلى الجوارين وإلى دول الخارج. أنا أعتقد السؤال يوجه لها الناس مو لنا. طيب أسألك عن المشهد الأمني شيخ علي اليوم، يعني في الأنبار عمليات واسعة للحشد الشعبي هناك، برأيك ما الذي لا يزال يحتاجه أو ما الذي لا تزال تحتاجه الأنبار فيما يخص المشهد الأمني فيها؟ خلينا أتكلم بس أرجو أن لا يأخذ كلامي أو إذا خان التعبير صححوا لي. الأنبار لا تحتاج إلى ميليشيات في مناطقها. سبب
عودة داعش وظهوره من فترة إلى أخرى، كل ما يعني نطالب بإخراج الميليشيات تظهر داعش في أماكن مختلفة وتبدأ قصص وبطولات هذه الميليشيات بالتصدي إلى داعش. أنا خلي أرجع للوراء بنصف دقيقة. من أخرج القاعد اللي هي أعتى من داعش بمرات هم أهل الأنبار بدون تدخل أمريكي ولا حكومي ولا كان أحد يعاونها. اليوم سيطرت الميليشيات في محافظة الأنبار، واسمعوا راح أقول لكم إياه بكل انتباه، وهذا اللي خلينا نطالب بإخراج هذه الميليشيات. أولا بال 2016 و17 عندما بدأت العمليات العسكرية في محافظة الأنبار، ولت داعش الإرهابية اللي جابتها الأحزاب السياسية أو بالتواطؤ مع الحكومة اللي كانت في ذاك الوقت، بدينا اليوم تنبش وتطلع ملفات كثيرة، منها المقابر اللي وجدت بين الفرقة الأولى والخط السريع، ومنها في الصقلاوية، ومنها مال الثرثار، وبدينا الآن تطلع المخلفات هذه الميليشيات. طبعا هناك من حقهم هم يدافعون كميليشيات ويقول لك احنا سوينا واحنا كذا، ولكن هذا كله سراب هوا في شبك. اللي اقول لكم اياه بكل وضوح وكل صراحه، سيطرت هذه الميليشيات على المنافذ الحدوديه، المنافذ غير الرسميه. اليوم الكاظم يتكلم عن المنافذ الرسميه، انا راح اقول له ولو انت ما تقدر تروح تجرف الصخر، بس يمكن تقدر تطلع للقائم وتشوف ايش جاي يجرى في 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 هذه المدينه. القائم الان محتله حزب الله، محتله احتلال كامل، وفاتح منفذ وعلى مرأة ومسمع الجيش طبعا والحدود، ويطبب ويطلع وماخذ حريته حزب الله، ما حد يمه، لا حد يحاسبه ولا حد يوقفه ولا حد يسأله وين رايح وين جاي. اعتدى صواريخ، زوار، تهريب، حشيشة، مخدرات، اشكال، كل شيء جاي يطلع عبر هذا المنفذ. بالله عليكم هل هذا يستوجب بقاء هاي الميليشيات؟ ولكنك شيخ علي تصف الحشد الشعبي بالميليشيات، الحشد الشعبي منظومة، جزء من المنظومة الأمنية. الحشد الشعبي اسمح لي. أول شيء أنا ما أتكلم بشيء مقدس، الحشد الشعبي ميليشيا سواء أبو أم. أنا أقول لك ليش ميليشيا، مو أنا أقوله، اللي موجودين يذبون نفسهم على الحشد الشعبي. أنا ما جي صنفتهم، هم دي أقول لك إحنا حشد اللي دنشوفه قدامنا ميليشيات لا تعترف بحكومة ولا تعترف بمرجعيتها اللي جابتها، ولا جاي تبين يعني سبب بقائها شنو. بعدين اكتشفنا شنو سبب البقاء. سبب البقاء اليوم عندك الطفوف وحزب الله مسيطرين على كل ما تيجي ميزانية المحافظة، الإخوان جوي من الباب الخلفي وأخذوا قسم يعني أو حصتهم من المشاريع. وشوف الغريب وين، إنه بعض الشركات اللي تزكيها الميليشيات اللي هي عليها رقابة وعليها مشاكل من الأمريكان ومن غيره، تيجي تزكي أسماء من بعض الشركات اللي هم من أهل الأنبار وتنطيهم حصتهم من هذه المقاولات. هكذا يتم التمويل. أنا اليوم ما جاي أصف أحد، هذا واقع، سواء يزعلون يرضون مع احترام للسامع، هذه أنا ما جاي أجيب شيء من جيبي. اثنين، هل حقيقة الميليشيات تقدر تحمي مناطقنا؟ بالله عليكم هو هذا منطق؟ ميليشيا تحمينا إحنا الأنبار؟ ليش؟ هسه يقول لك وين كنت عند ما جت داعش؟ ما إحنا يوم اللي طب المالكي وجاب قواته وطب عليه للمحافظة، أعتقد هذه القوات خرجت على يد أبناء العشائر بدون لا مشاكل ولا نتحدث عن أبناء العشائر. إن سمحت لي يعني استثمارا للوقت، بس لحظة اسمحي لي، أدخلوا علينا داعش سياسيين الأنبار ونور المالكي، ولحد الآن طيب. وجاين ونقول ونطالب أي حكومة جت بعد المالكي قدرت تفتح ملف دخول داعش. طيب شيخ علي، من المشهد الأمني إن سمحت لي إلى السياسي. نعم. في الأنبار يعني كيف تنظر إلى مسألة الصراعات والخلافات بين العشائر على السلطة هناك؟ أنا ما أعتقد العشائر لها دور في 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 موضوع السلطة أو تطمح، لا ما موجود هو طبعا أقل تناحرا. لو ذهبنا إلى واقع، أنا حتى ما أخرج خارج الموضوع، ولكن لو رحنا إلى ديالة وصلاح الدين والموصل راح نشوف تكالب الأحزاب السنية أكثر في هذه المناطق. في الأنبار أنا أعتقد الناس يعني الآن متوجهة أو تريد حلول حقيقية في مناطقنا. ولكن السؤال اللي أريد أطرح عبر قناتكم، يعني هل يستطيع أساس السنة في محافظة الأنبار أن يفتحون ملفات اللي ذكرناها قبل شوي؟ يعني هذه ملفات جدا مهمة، تواجد الميليشيات، المقابر الجماعية، إعادة الملف الأمني بأكمله إلى محافظة الأنبار، يعني إعادة المناطق المسيطرين عليها الآن شرق الأنبار من يعني شو اسمه هذا جرف الصخر أو الحلة إلى يعني إلى الفلوجة، هاي مو بيدينها الأنبار،
النخيب مو بيدين الأنبار، وبالتالي ملفات كثيرة. هل يستطيع سياسينا في محافظة الأنبار فتح هذه الملفات ويوعدون؟ أنت جاوب الأنبار بأن شيخ علي، أنت من أهل الأنبار، ذولا أهلك، ذولا أهلك، ذولا أهلك، أنت جاوب. اسمح لي، نحتاج، عندنا خريجين، لا اترك الخريجين الآن، اترك الكفاءات الوطنية، اترك الكفاءات الشبابية، أنت جاوب على هذا السؤال باختصار. كيف تقيم التجربة السياسية السنية في العراق؟ يعني عذرا من هذا المصطلح سنة وشيعة يعني، لكن هذا الذي أوصلنا وصلنا إليه. نعم، كيف تقيم التجربة السياسية السنية حصرا في العراق، العربية السنية؟ نعم أخي العزيز، الأحزاب الشيعية لا تريد شريك في العراق، تريد توابع، ماشي؟ يعني هم ممكن يكونون أكثرية برلمانية، ولكن ما يقدرون يفرضون نفسهم أكثرية في العراق بهذه الطريقة، وبالتالي الشيعة والسنة وكل الطبقات المجتمع العراقي خسرت من هذه التجربة السياسية. ولكن أنا راح أختصر لك إياها بكلمة واحدة، كيف أنظر للسياسيين السنة في العراق؟ ذيول، بصراحة ذيول. بهذه العبارة سأضطر إلى نعم اعتماد. يعني الوقت انتهى حقيقة. أنا أشكرك جزيل الشكر الشيخ علي حاتم آل سليمان، أمير قبائل الدليم، وأيضا أشكرك جزيل الشكر على هذه الصراحة. ونذكر بأن كل ما طرح مشاهدينا في هذا اللقاء بالتأكيد يعبر عن وجهة نظر الشيخ علي، وحق الرد مكفول.